إذن مشاهدي قناة شوف تي في، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من دوار شطيبة، جماعة الشطيبة ضواحي قلعة سرغنة، معاناة أحد الساكنة بسبب قطع الطريق واحتلال الملك العام. غادي نخليكم مع هاد الناس اللي تضروا من ناحية هاد تيقولوا أحد هاد واحد المزبلة اللي سدات الطريق وهي كتدخل في احتلال الملك العام. تفضل سيدي احكي لنا المشكل ديال هاد الطريق عندكم وهاد المزبلة وهذا النزاع اللي قلتي لي أنه مدة وانتم كتنازعوا على هذا الطريق. تفضل. الديور العناشرة ديورهم ما هادو، نعم الطريق ديالهم هي هادي كان جاية ليهم، واحد السنين هادي كتسد نهار على نهار نهار على نهار، كنتشارعوا معاه كنساعدوا معاه لله تعالى، ما حاش فينا النجمة عن علاتو، الجماعة هدرت معاه ما حاش، حنا كنتشارعوا معاه، أنا دري خويا بغينا نهضروا معاه بغينا نتصادعوا معاه، قال لنا كاين القانون كاين المخزن، مشى عند المخزن سبقوه هو عند المخزن. هذا كيطيح ونوض مع المخزن، هذا كيطيح ونوض مع المخزن، هو شكارته غلبت على شكارت خويا، دار ما بغى مع المخزن، كيدخل المخزن، كيسد في الطريق، تسدت الطريق على السكوان، ما تيناشنا مش منين ندوزو، كندوزو من فوق المزباله وساكتين، كندوزو من فوق المزباله وساكتين، فين ما خرج الحكم الدري خويا كيرد مو تيقول يحكم عندك خرج خاوي، حتى الاخر ديالو خرج لي الحكم باش تسرح لي الطريق، هذا السيد ما سرحش الطريق. حكم لي الحكم باش تسرح خويا الطريق، ما تسرحتليش، بقى خويا كيتشارع باش تسرح لي الطريق، كيفاش ما تسرحتش؟ عقب خويا مرض، مرض بالنبوله، بقى طايح دار واحد العمليه ما نجحتليش، عقب مات، كيجيو صحابو يعزيو، كيدوزو من فوق المزباله خارقين في الرماد، كيخليو الحديد ديالهم من المزباله لهيه ويدوزو من فوق المزباله ويجيو يعزيو ويمشيو، مات السيد دوز من فوق المزباله، مات الدري اختي، مات خويا الاول، مات الثاني هذا اللي كان تيتشارع معاه. الى تدازت الموت بحال 5 ايام ولا هي 4 ايام نعلونا الناس قالوا لنا راه الحشومه عليه، راه الحشومه عليه، راه مضلم عليكم السيد، عندكم الحكم كان عليكم يسرح لكم الطريق، ما سرحوها شاي، الدراري غارقين تيمشيو للمدرسه كاع يمشيو رماد، الاساتذه كيمشيو الدراري وكيردوهم من المدرسه باش يبدلوا حوايجهم من الرماد، عقبت راكم عارفين احنا كاع نفس وحده، قبنا كاع عندنا الدراري من يدوزوا للمدرسه، والطريق راه باقا مسدوده، درنا الدراري عير من يدوزوا. عيط لنا الحكم، مشينا عند الحكم قال لنا علاش هاد الناس تنحوا لهم البدوزه من الطريق، والطريق ديال صالح علينا ديال الدار باش تسرح ما تسرحتش، حنا درنا عاملين ندوزو، ودابا الحكم لكم ما سالت هادشي. واخا نخليكم تفضل الشريط، تفضل سيدي احكي لنا فين المشكل. هاد الطريق شتي كون كون بقات كي النهار الاول، حتى دروك هاد المجال اللي جيتي عندنا ما عاد تصيبش حتى منين تدوز، انت عاد دوز من فوق الرماد كون بقات. قبل اسيدي سرحنا الطريق درنا منين ندوز، راه حنا مضرورين ومكرفسين بزاف، احنا لا ولادنا، ولادنا راه حنا كل نهار غاديين بهم السبيطاره، راهم تكرفسوا لينا في المرض، وكيلوحوا لينا حاشاك البهايم الميتين وليكوش والخنز، راه كون بقى كي القامات الاولى راه ما تقدش انت توقف هنا. دابا حنا دروك سرحنا الطريق وهاد اللي راه ما بلادو ما والو، هو تيقول بلادي راه ما بلادو ما والو، راه عاطري راه هي باينه لكم، ها انتم راه عاطريك شجاع، راه ما ديالو ما والو، راه عمر ما عليها ولا اي حد شي صحه، ساد علينا الطريق كواك، حنا اليوم اسيدي كنطالبو بالطريق الله يجازيكم بخير، راه حنا تكرفصنا بزاف، راه حنا تمرتنا راه مرتنا هاد السيد، راه ما خلينا طلبنا ما خلينا دوينا معاه ما خلينا ما درنا معاه، راه ما بغاش يهدي الله، راه طاغي علينا بفلوس وكيعطي علينا الفلوس. صافي حنا هذاك الحكم ديالنا حنا كيتلغى بالفلوس اللي كيعطيه هو، راه حنا تمرتنا الله يجازيكم بخير، هو هادشي اللي كاين راه هو. اجي الشريف اجي هاكا سيدي. راه غلق الطريق راه جات الربو حط قوة طغى علينا فلوسو وحط قوة، راه قبل هذاك كان زعيم واحد الواحد خليفة راه مات، حنا ما مسامحين ليه لا هنا لا لهيه، خوه حط قوة طريق تدوز من الموتى عقب دار واحد الطريق بحال روضة أخرى، عقب ولا تدوز من العطار بياض الغادي زاير، غلق علينا الرماد داكشي ديال ما سمعت منين يدوزو. شحال هادي وهاد الطريق مغلوقة سيدي قول لنا، شحال هادي والطريق مسدودة عليكم؟ مسدودة تقريبا هذا راه داك سنين وهي مسدودة، هادي راه داك اسمو اللايحة ديال باش كان يدعم عاود عمي راه كاينة شي شحال من يوم. شحال 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 من عام تقريبا؟ عاد قريه انت قول تقريبا، انت من اللي عقلتي شحال من عام؟ انت من اللي عقلتي شحال من عام؟ هادي من اللي عقلت انايا تكون بعد عامين، بعدها عامين وهي مسدوده الطريق، هي مسدوده عقب من حيدنا
شويه من دوزنا الميت. واخا سيدي. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من دوار الشطيبة، جماعة الشطيبة كما كتابعوا معنا، فأحد الساكنة كيعانيوا بسبب احتلال الملك العام وإغلاق الطريق. مشاهدي قناة شوف تي في، إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر، نلقاكم في مباشر آخر في موضوع آخر، إلى اللقاء.